مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا بحضراتكم. الحقيقة في وسط صراع الحضارات والحداثة والتكنولوجيا أشياء كثيرة مهمة تهم تحديدا التراث. ربما أن التكنولوجيا تأكل كثيرا من جمال التراث والثقافة والكنز اللي بيبقى موجود عندنا من عادات وتقاليد جميلة، خاصة فيما يخص الفن، اللبس، المأكولات، كلها تؤكد على عاداتنا وتقاليدنا. ونحن العرب لأننا في هذه المنطقة كانت الحضارة هنا وكانت الكنوز هنا والمعرفة هنا، فبالتالي كان ذلك ينطبق على كل ما نأكل، كل ما نلبس، وأيضا على أفكارنا وحياتنا. إذن التراث ما هو إلا نحن، نحن الذي حافظنا على هذا التراث وهو الذي يحكي عنا كثيرا. حلقة لطيفة، حلقة نستمتع فيها بعيدا عن الصراعات لنعرف الكنوز التي نعيش في وسطها طول الوقت. مساء الخير. مساء النور شافكي، ومساء الخير أردن كمان. دي ملكة، يعني جمال التراث فيها فظيع أصلا. شكرا شافكي. وأكيد يعني إحنا شوفي السؤال دايما هيك اللي بتبادر لذهننا شافكي، إنه لماذا اتجهت الحركات الاستعمارية إلى المنطقة العربية؟ صحيح. والدليل على أنه المنطقة العربية زاخرة بالحضارات، ومرت فيها حضارات كثيرة من الحضارة ومن التاريخ ومن الإرث، فهي يعني كنز بكافة النواحي. سواء كنا إحنا اليوم في حلقتنا رح نتناول تراثنا من المأكل، من المسكن، من الملابس، المنطقة العربية زاخرة وغنية. صحيح. جدا. علشان هيك إحنا همنا في بيت للكل دائما التوثيق، المصطلح أنت أطلقتي، والتوثيق ضروري جدا. فتوثيق الحضارة والإرث والعادات والتقاليد العربية هو هدف من عارفة قد إيه مهم جدا دلوقتي نحن نسعى، وأنا عارفة أن ده في الأردن في حاجات كتير، يعني نسعى حتى لتوثيق أكلات بسيطة، لأن أنت عندك مستعمر ممكن يكون مثلا زي إسرائيل لما بتحاول تأخذ أكلات فلسطينية وتحطها باسمها، فأنت من الأفضل أنك حتى توثقي حتى كسرة الخبز اللي بتاكليها. طبعاً. يعني كسرة الخبز دي بتاعتي، دي عاداتي، دي أهلي، دي أمي اللي عملت الفكرة، وهكذا. مظبوط. هو شوفي شافكي، في ظل الظروف والغزو الفكري والثقافي والتكنولوجي اللي عم بدخل للمنطقة العربية بشكل سيء، الملاذ والنجاة لنا هو التوثيق ما بين قوسين. تعالوا نروح إذن، بما أن لانا بتتكلم من الأردن، أنا هفاجئها بتقرير جميل جدا في الأردن، وأنا أعشق كل الحاجات الحقيقة اللي موجودة من ثقافة وملبس ومأكل في الأردن. تقرير ونعود ونستكمل معكم بيت للكل. مرحبا، أنا معكم الشيف روبا الزعبي، حابة اليوم أحكي عن أكلاتنا التراثية الأردنية من الشمال للجنوب. أهمها هو المنسف اللي معروفين فيه الأردنية والأردن، بنستخدمه أو بنقدمه لضيوفنا بالأفراح، وبرضه بنقدمه بالأتراف. ومن أهم الأطباق الموجودة عندنا في الأردن الرشوف اللي معروفة فيه الجنوب. هاي الأكلة بتتاكل أغلبها بالشتاء، وطبعاً تتقدم بالصيف، بس بالشتاء بتعطي طاقة ودفء. ومكونات الرشوف، طبعاً زمان كانوا يستعملوا الجريش، حالياً إحنا بنستخدم الرز مع العدس. وكمان زمان الزينة الوحيدة اللي كنا نزين فيها أطباقنا هي البصل المقلي. وعندنا طبق المكمورة مشهور بالشمال، مكوناته الطحين وزيت الزيتون، كانوا يستخدموا الدجاج أو اللحمة أو بنحطهم مع بعض. السمسم والقزحة أساس مع العجين، يعني هي طبقات عجين بينها بصل كتير وزيت زيتون ولحمة أو دجاج. عندنا كمان أكلة اللي هي أدان الشايب، إحنا بالأردن هيك بنسميها، طبعاً أكلة مشهورة ببلاد الشام كلها، فهي بنعملها من طحين القمح، وبرضه بنحط شيب الثوم بالسمة واللبن أساس، والأدان الشايب هو الطحين، يعني المكونات دائماً هي من خيرات بلادنا. وبدنا نرجع للطبق الرئيسي في الأردن وهو المنسف. زمان ما كان في رز، كان ينعمل إنه نفت الخبز ونشربه بالسمنة ونحركه، وبعدين نحط اللحمة فوق الخبز ونحط اللبن ونصير نغمس الخبز اللي مشرب بالسمنة وباللحم. بس حالياً الحياة بتتطور وبصير في أشياء جديدة، وصار المنسف بهذا الشكل بالرز.
دائما نستخدم مع الرز. ونيجي لمكونات المنسف، اهم مكوناته هو الجميد، وكمان عندنا اللحم البلدي، وصرنا حاليا نضيف له شويه لبن بعطيه تيست اطيب. طبعا بنسلق اللحم البلدي بالمخيط وبس يستوي على الاخر بنضيف الجميد والرز، وصرنا نضيف مكسرات. في ناس بتحب تحط بقدونس، في ناس لا، يعني هسه كل هاي الاشياء المتطوره حتى صرنا نقدمه بالاوتيلات بشكل كمان كتير لطيف وفردي. وهيك بنكون عرفناكم على اهم الاطباق الاردنيه، بتمنى انها تكون تنال اعجابكم ويعطيكم الف عافيه. اليوم حنتكلم عن التراث العربي. الحقيقه التراث العربي كنز، كنز جميل من العادات والتقاليد الثقافية. هنتكلم عن الملابس، هنتكلم عن الأكل، هنتكلم عن أيضا يعني الفن بشكل عام. لو بنتكلم عن كل ده في التراث العربي فنحن نتكلم عن ثقافة عربية بديعة وجميلة من عادات وتقاليد بتعيشها شعوبنا المختلفة. مشاهدينا نشاهد هذا التقرير ونعود إلى ما تبقى من حلقتنا لليوم. يمتلك العراق هوية ثقافية وتراثية متنوعة تشكلت مع تراكمات حضارته التي تضرب بعمق 7000 عام، لذا فإن الموروث الشعبي انعكس على العادات والتقاليد وطريقة اختيار الأزياء وتنوع الأكلات التي اختلفت باختلاف مناطق بلاد ما بين النهرين. فتفرد العراقيون بالكاهي والجيمر في وجبة الإفطار الصباحية، وتميزوا بالدولمة التي تجمع العائلة على الغداء خاصة في أيام العطل. أما الصدارة والنكهة الفارقة فهي للسمك المسجوق الذي يزين الموائد طيلة أيام الأسبوع. ويعد الزي التراثي في العراق انعكاساً مهماً للحياة الاجتماعية والمعيشية للأفراد، وقد تعددت أشكاله ليبقى محافظاً على حضوره في بعض المحافظات إلى يومنا هذا، كالزي الكردي في شمال العراق والزي العربي في المحافظات الغربية والجنوبية، فيما انحسر ارتداء البشت والسدارة البغدادية. ولم تهمل الجهات المعنية إنشاء المتاحف التراثية المتخصصة التي يزورها السائحون من مختلف دول العالم، ولها دور كبير في تعريف الأجيال الجديدة بماضي الأجداد والمحافظة على هوية العراق الثقافية والتراثية. لبرنامج بيت للكل، مناف الموسوي، بغداد. لليوم من بدأت المرأة الأردنية حياك ثوبها الخاص لا زال يشكل مصدر فخر واعتزاز إلها. المدرقة هي ثوب جميل لبسته أمهاتنا وجداتنا والنساء القديمات. لماذا المدرقة؟ المدرقة مش بس قماش يستر الجسد، المدرقة قصة المرأة الأردنية. الأصل اللغوي لكلمة مدرقة هي من الدرقة، الدرقة بالشيء تستر به. المدرقة بيكون الاعتماد فيها على اللون الأسود وتضاف إلى الزخارف والمطرزات والإشروش المبنية على التاريخ والمعتقدات. أيضاً هو فضفاض بيرافقه غطاء على الرأس وحلي من الفضة. المدرقة جاءت بأنها تخفي بجمالها جسد المرأة لتكون أكثر جمالاً من خلال هذا التراث.
ارتدت النساء في معان للثوب الهرمزي، وربما يكون الثوب المختلف وخارج إطار المدرجة الأردنية اللي تعتمد على اللون الأسود، فهو ثوب مخطط بألوان البرتقالي والذهبي والأخضر، وتدخل فيه الفضة على الخصر والصدر، وفي الطفيلة مدرجة سودة بسيطة ساترة من القبة والأكمام ما بتطرز عليها، ولكن في بعض الأحيان التطريز بيكون بقطبة العرجة. أما في العقبة، ارتدت المرأة الأردنية لفترة من الزمن لباس الوزرة، بتكون من جزئين، اللباس الداخلي ويسمى الجلابية، وملاي لونها أسود من فوقها. اللون الأسود إلى حد ما أقرب إلى الأردنية أو اللون القاتم. ومن أرض الهيئة الكرك، ترتدي النساء ثوب العب وأيضاً الجبة الكركية، وهي ثوب طويل يوضع له حزام ويرفع ليكون طبقة، ومع التطور والحداثة تحول زي المحافظة للمدرجة من القماش المخمل المطرز بالخرز والبروق، وقميص أحمر أو أبيض حسب عمر الفتاة. جمالية الثوب الأردني من جمالية المرأة اللي صنعت هذا الثوب، انعكاس البيئة على الإنسان الأردني وعلى المرأة الأردنية، والتي هي بالمدرجة تشكل لوحة جمالية مذهلة جداً نرى من خلالها جمال البيئة الأردنية. غالباً ما يستوحى الثوب من المؤثرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مر الزمن، يعني زي مثلاً ثوب السلط، قطبة السلسلة والعرجة من جبال مدينة السلط ومن أدراجها. وعلى طريق السلط لقينا الخلقة، الثوب المميز والأكثر حضور من بين الأثواب الأردنية، بالإضافة إلى أن الثوب الأكبر حجماً من بين الأثواب العربية، بيبلغ طول الخلقة من 18 ل 22 ذراع، ويدخل على اللون الأسود للخلقة ألوان الأزرق والزهري الخفيف. تلبس عراسها العصبة الحمراء، والمرأة الكبيرة في العمر تلبس العصبة السوداء. عروس الشمال تفردت بالشرشر البداوي، وهو ثوب واسع القبة ومطرز بألوان القمح أو السماء، مستوحى من سهول حوران، مزخرف بقطبة المناجل وأكواز الرمان من الأسفل، وعلى رأسها ارتدت النساء في إربد السلك الأحمر أي الشماغ الأحمر دون هدب. ثوب إربد هو ثوب سهول حوران، هو منسوج من أو القطبة المشهورة فيها إربد اللي هي بين إبرتين والمناجل. وفي الغور مدرجة واسعة من الدارة وضيقة من الأكمام لتتمكن المرأة من الزراعة، مطرزة بقبة تسمى بين إبرتين تضاف إلها الأقراص ومطرز بالورود. أما بالرمثة كان التطريز عبارة عن أبيض أو قمحي على قماش أسود أو سكري، وعلى رأسهم يتميز نساء الرمثة بالبشكير الألماني. هذا البشكير كان يجي عن طريق الدواجين، يجي من حلب، ومن حلب كان يجيبوه أصلاً من ألمانيا. الوسط مروراً بقلب الأردن، المنطقة الوسطى، مقر بدو الوسط من عشائر العدوان والعجارمة والدعجة مثالاً، واللي تزهو بالورود بأشكالها، حيث استلهمت المرأة البدوية منها تفاصيل ثوبها الدلق البلقاوي، وهو ثوب يتألف من قماش التوبيت. الدلق البلقاوي هو شباقيات، هو ثوب أقدم من الخلقة السلطية، بتمتاز فيه عشائر بدو الوسط. هذا الثوب برضو كمان من الحرير المفرق، وفيها لباس بسيط جداً، وهو شرش ثوب أسود دون تطريز، أسفله ثوب قطني ملون وملفع أي غطاء على الرأس أسود. ثوب عجلون له قبة واسعة وقماش لون أسود مزيج من ألوان التين والورود، يتطرز عبر الطارة المنزلية أو الماكينة. وثوب مدينة جرش يشبه ثوب عجلون إلى حد كبير مع اختلاف القطبة، وهي قطبة الفناجيل. سنذهب إلى بعض القبائل المعروفة. نساء قبيلة بني صخر، فكان الزي الأكثر شهرة هو زي نساء شيوخ القبيلة، وهو ثوب حريري أسود بتطريز الحامات أو المخمل القطني، مزين بخيوط ذهبية مطرزة بالخرز من الأمام والخلف والحواف. نساء قبيلة العدوان يكون الزي مصنوع من نسيج الحرير الأسود الناعم مع تطريز غني بألوان الأحمر والأصفر. المرأة الأردنية تحرص على الذهب لعشتين للزينة وإظهار الجمال، أنها تضع بعض سنان الذهب. كانت النساء تقتني أنواع مختلفة من الحلي والزينة، تلاقي في صندوقها الخشبي المرصع بالصدف والفضة، حلي على الرقبة والإيد وحتى الأسنان. هذا الصندوق فيه كل شيء، من المرأة إلى المشط إلى الكحلة. القطبة الأردنية مميزة وكأنها صناعة أوروبية، والثوب الأردني يميزه أنه صعب الإعداد، سهل اللبس ودون حزام. بالرغم من مساحة الأردن الصغيرة جغرافياً، إلا أن هنالك تنوع بين الأثواب بين شمال الأردن ووسطها وجنوبها، بالقرى والبوادي وبين القبائل أيضاً. والثنايا واضحة لون البرا، قمت أهلل قمت أكبر يا شفاها صلى وسجد.
مشرفنا في بيت للكل دكتور عاطف نوار، خبير التحول الرقمي والتراث الثقافي غير المادي والمدير التنفيذي للأرشيف القومي المصري للمأثورات الشعبية ومستشار وزير التنمية المحلية السابق. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك. خلينا نتكلم في البداية عن أوجه التشابه والاختلاف في الملابس العربية. بداية نشأة الزي، المفاجأة في نشأة الزي أنه ما كانش، أو نشأة الملابس ما كانتش المقصود بيها التدفئة أو الحماية، أو هي كان الشباب الصيادين كان بيحب عايز يفتخر بما فعله في الصيد، فكان ياخد الفرو أو الجلد بتاع اللي اصطاده ويلبسه عشان يبدأ يتفاخر بيه في المجتمعات بتاعته. وطبعا احنا عارفين ان ازاي اقدر اعرف حضرتك من غير ما تتكلمي خالص من ازاي على المجتمعات العربية بتاعتنا. الملابس كمان هي سجل حي للحياة الشعبية، وسجل حي للحياة لا يمكن ان يعني يزور او يطرق عليه شيء. هناك تشابه شديد ما بين الملابس في الأقطار العربية وخاصة في البدايات. كان في البدايات الناس بتلبس ملابس من البيئة بتاعتها. كان بتلبس ملابس من إذا كان عنده أقطان فبتبقى من الأقطان، إذا كان عنده صوف بتبقى من الصوف، وهكذا كتان، فكانت معظمها من الأقطان، لأن بلداننا كانت بتشتهر بالأقطان. فكان بيعمل سروال وكان مسمى بسيط أو القميص زي جلابية صغيرة كده، قميص ده كانت الشكل المبسط بتاعه في البداية. طيب طرأت وحدث حقب من الزمن حصل فيها، دخل عندنا العثمانيين ودخل الأمويين كل ده أدى إلى تأثير وإلى تغير في الملابس الشعبية العربية مش المصرية فقط. فنبدأ نبص، لو بصينا عندنا في مصر بدأ يدخل الجلباب بتاعنا. عندنا الجلباب هنبص نلاقيه في أماكن مختلفة من مصر بيتغير. هنبص نلاقي الجلباب الصعيدي والجلباب الفلاحي اللي في الدلتا الاثنين مختلفين. لا مش مختلفين، اختلافات بسيطة. الاختلاف بسيط جدا فين؟ أيوه. في الأكمام. صحيح. لكن الصعيدي يكون واسع وكمان من تحت واسع علشان يقدر يعزق الأرض. أو أنا بس اسمحوا لي أوضح، لأنه لو المشاهدين العرب وحتى عنا في الأردن، الجلباب أنتوا بتسموه في اللهجة المصرية اللي هو التوب. التوب 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 الصعيدي بنسميه جلبية. الجلبية جلبية جلبية. وله مسميات متعددة هنتعرض ليها للمسميات في الدول الأخرى. طيب الصعيدي كان بيختلف عن الفلاح في حاجة بسيطة أو في الكم، ودايما كان بيعمله ما يلتصقش بجسمه عشان الجو الحر ما يأذيهوش. نفس ما بنسميه عندنا الجلباب بيسمى في العراق يسمى صايا. الصايا الصايا. وفي الأردن الثوب. في الأردن يسمى الثوب ويسمى أيضا دامر. الدامر يسمى في الأردن الدامر. الدامر ويسمى في فلسطين دماية. نفس الثوب، نفس الشكل ونفس المواصفات تقريبا. في البلدان العربية لها مسميات متعددة. ولو نتعرض بقى للاختلافات كثيرة، ولكن يتشابه فيهم في تشابه في الألوان. الألوان تقريبا في تشابه في التقاليد بتاعة الارتداء. يعني لو جينا عندنا في سيناء نبص نلاقي يعني الاختلاف الجوهري بنلاقيه في العمامة. في أغطية الرأس. نبص نلاقي زعيم القبيلة له شكل معين في العمامة بتاعته. في البدو نفس الحكاية. في البدو طبعا. احنا عندنا في مصر 5 مناطق ثقافية، نفس الحكاية برضو موجودة في الأقطار العربية الأخرى. كل بلد من الدول العربية عندها مناطق. يعني هنبص نلاقي في الأردن الشمال والوسط والجنوب، وهنلاقي في العراق نفس الشمال. مظبوط. الشماغ. احنا الشماغ الاردني. يعني هنلاقي في العراق هناك مجموعه من القوميات العراقيه موجوده، بتتميز كل مجموعه من زي ما عندنا، زي ما كل مجموعه بتتميز بطابعها الخاص في الملابس بتاعتها، وهكذا في العادات والتقاليد وفي صحيح الاكلات الشعبيه.
دكتور، لكن في شيء مشترك بنشعر بين كل الدول العربية، يعني الصحراء الأردنية كتير بحسها قريبة لسيناء. طبعا الإنسان البدوي الأردني في كتير من روح المواطن البدوي في سيناء. من أين جاء هذا التقارب؟ يعني نتحدث عن تراث، لكن كيف جاء هذا التقارب؟ البدو في مصر، في فلسطين، في الأردن، في العراق، في السعودية، في كل الدول العربية هم واحد. لو حضرتك بصيت على نقاط التماس لما نيجي في سيناء، هنبص نلاقي تشابه شديد جدا ما بين أهل سيناء وأهل فلسطين وأهل الأردن. تشابه يكاد يكون هناك تطابق في العادات والتقاليد والمعتقدات والأزياء، حتى لا يعني ومسميات الأكلات كمان قريبة جدا من بعضها. يعني لو دخلنا هنلاقي في حاجات مشتركة في نفس الاسم. طيب خلينا برضو هنا وإحنا بنتكلم عن التشابه الجميل المختلف، لكن ويمكن ده برضو لأنه الشعوب تتشابه جدا. طبيعي. المناطق الصحراوية متشابهة، عاداتنا وتقاليدنا، العروبة بتاعتنا في تشابه، قد تختلف طبعا أشياء كثيرة ولكن عندنا أوجه تشابه. خلينا نروح، طيب إحنا اتكلمنا هنا عن الملابس، خلينا نتكلم عن الأكل. تمام. لأنه الأكل كمان يعني نتشابه في أشياء ولكن هناك أطباق خاصة بكل منطقة. يعني بالتأكيد هناك في الأزياء نفس الموضوع، يعني أنا آسف في الأكلات نفس الموضوع. في الأكلات هنبص لا في أكلات متشابهة وأكلات لها خصوصية في يعني كل دولة إلها. كل دولة لها مجموعة من الأكلات بتاعتها المتشابهة. يعني إحنا عندنا هنلاقي الكشري في مصر، هنلاقي الفول، هنلاقي البصارة، هنلاقي الكباب والكفتة. حتة بقى الكباب والكفتة لما هنيجي وادخل بقى على بقية الدول، هاي الأكلات التي تميز مصر، يعني أكلات المحشي مصرية. المحشي لا ده لسه كبير. أنا يعني ملوخية احنا نتميز ملوخية اللي احنا اتكلمنا حمام المحشي اللي بتحبه لنا، حمام محشي عند الراجل في وباخده على الأردن كمان حاجة كده رائعة بتتاكل كلها ما بتسابش فيها حاجة. لو جينا نقول نتكلم بس في كلمة الكباب والكفتة احنا المصرية، المصري الكباب والكفتة عندنا مشهورة. الكباب عندنا اللي هو اللحم، والكفتة اللي هي الكفتة المعروفة. لما أروح في سيناء، رحت مرة في سيناء لقيت عايز أكل كباب وكفتة، فالراجل جاب لي، أما طلبت كباب جاب لي كفتة بس. فهو يطلق عليها في مصر في سيناء وفي فلسطين وفي الأردن الكفتة يطلق عليها كباب. طب الكباب إيه بقى؟ طب الكباب بتاعنا إحنا إيه اسمه؟ اسمه شجف أو شقف. ندعو حضراتكم ونتابع هذا التقرير ثم نعود ونستكمل باقي حلقة الليلة من بيت للكل. يعد التراث الفلسطيني جزءا مهما وكبيرا من الهوية الوطنية الفلسطينية، ويشكل دلالة كبيرة بكل تأكيد على الهوية الوطنية الفلسطينية. إلا أنه ومنذ احتلال فلسطين ومنذ النكبة عمدت دولة الاحتلال على سرقة مكونات التراث الوطني الفلسطيني. هذه المكونات التي أشرنا أنها تمثل الهوية الوطنية الفلسطينية، حتى الأماكن التراثية، الأماكن الثقافية، عمدت إسرائيل إلى أسرلتها، تهويدها، سرقة المأكولات الشعبية الفلسطينية ومحاولة ترويجها للعالم بأنها مأكولات إسرائيلية. وحتى نكون يعني أكثر وضوحا في هذه القضية، هناك إصرار فلسطيني على تثبيت الرواية الفلسطينية فيما يتعلق بكل المكونات للتراث الوطني الفلسطيني، ولكن هناك جهود كبيرة إسرائيلية في هذا المجال لتثبيت هذه القضية على أنها إسرائيلية. ماذا يعني ذلك بالنسبة للفلسطينيين وكذلك للعرب؟ محاولات سرقة أيضا بعض القضايا التي تخص المجتمعات العربية. يسعدنا أن نرحب هنا في الاستوديو، استوديو بيت للكل، بالمؤرخ والباحث في التراث الشعبي الفلسطيني سيد نبيل علقم. أهلا ومرحبا بك. أهلا بك. يعني من اللافت والواضح التركيز الإسرائيلي على هذه القضية. هناك جهد فلسطيني للمؤسسات الفلسطينية المختلفة، رسمية وأيضا خاصة، في أنه بثبتوا بهذا هذه القضية على أنها فلسطينية
خالصة وأنه هذا يندرج في إطار سرقة. أين وصلت هذه الجهود مقابل ضخ إعلامي كبير وأيضا أموال تجند من قبل دولة الاحتلال لتثبيت ما يعتقدون أنهم أصحاب حق؟ نعم، يعني هو الصراع صراع هوية بشكل أساسي، لأنه الهوية قضية مهمة جدا، لأنه الناس عندهم تراث وعندهم هوية، ما عندهم تراث ما عندهم تاريخ ما عندهم هوية، فهم يعني بيشتغلوا على طرفين، إضعاف الهوية الفلسطينية لمحوها، وتماما مثل ما بيحاولوا يدمروا المخيمات الآن، مخيم جنين، مخيمات، وينهوا القضية الفلسطينية من خلال إنهوا قضية اللجوء مشان يسقط حق العودة. هذا بأملوه بنفس الإشي في الميزان التراث الشعبي. هم بدهم يعملوا هوية، عم بأملوا هوية من لا شيء، من لا شيء، لأنه ما فيش هوية، في جماعات متفرقة، سكان في مجموعة مختلفة. حتى تتكون الهوية لابد من ثلاث عناصر أساسية: عمق تاريخي، ولنا هذا العمق التاريخي اللي من عهد الكنعاني حتى الآن، ومجتمع بعيش في المنطقة. حتى يتكون مجتمع الناس بده تخلق ثقافة وتراث وعادات وتقاليد وإلى آخره. والشيء الثالث إنه أرض يعيشوا عليها. هم قد يعني قد حاولوا تزوير التاريخ، تزوير القضية، تزوير الرواية الإسرائيلية، تزوير كل شيء، لأن إسرائيل قامت على كذبة وعلى أسطورة، وهذه خلقت مجموعة كبيرة من الأساطير اللي بحاولوا يروجوها. لكن ضعف الهوية يعني تماما طلع كيف قديش بيجربوا يعملوا أعياد ويسوقوها عشان يوحدوا الناس، يوحدوا أشتات. ما فيش مجتمع، فيش إشي اسمه مجتمع إسرائيلي، لأن المجتمع لازم يكون متجانس. أما أنا لما أكون فلسطيني، سواء كنت في لبنان ولا في أمريكا ولا في فلسطين ولا إشي، بعرف إنه فلسطيني. هناك شيء جامع. نعم، في مجموعة أشياء ورموز مشتركة، الهوية تتشكل من رموز مشتركة كبيرة، كبيرة العدد. فالرموز المشتركة اللي بيني وبينك وبين أي واحد فلسطيني في أي مخيم في لبنان ولا في الأردن ولا في أوروبا ولا إلى آخره، الرموز المشتركة ما زالت موجودة وصعب تلمحها، لأنه عمرها تاريخي قديم ممتد في يعني في الجذور، حتى اللهجة حتى اللغة حتى إلى آخره. هاي الرموز بتشكل هذه الهوية اللي لا يمكن إزالتها. يعني قد يسيطر على الأرض زي ما بعملوا الآن، بسيطروا بسيطرين على الأرض، لكن الثقافة الموجودة عندنا، ثقافتنا كلها، ثقافة أو الهوية كلها تتعلق بالأرض. يعني اللي أنشأ الثقافة الأرض. فإحنا إذا بنحكي عن الأرض بنحكي عن آلاف الرموز الموجودة بالأرض، الأهراث والأشابة والقسمة والحصيدة وكل واحدة تتفرع عنها آلاف الأشياء. فإحنا هاي بتزلش من الذاكرة. فإحنا بنجرب، ولكن بدأت ذاكرة أخرى تتشكل. إذا سمحت لي سيد نبيل، بدأت ذاكرة أخرى تتشكل، هي الذاكرة في المجتمعات الغربية التي تستهدفها الرواية الإسرائيلية بشكل أو بآخر. اليوم أي فلسطيني ممكن يخرج خارج فلسطين يشاهد بعض المنتجات تطريز، طبعا استخدموا على شركة عل إسرائيلية للطيران، أي ممكن أبنية قديمة ما إلى ذلك تروج على أنها إسرائيلية خالصة. إذن في ذاكرة جديدة بتتشكل نتيجة لضغط كبير ولأموال ولدعاية كبيرة صهيونية صحيح. إسرائيلية في هذه الدول. نعم، هم يصرف يعني كأنه لأنه أغنى ناس يعني الصهاينة اللي بدعموا هذول من أغنى تمويل العالم. فهذا النظام الرأسمالي البشع زائد الصهيونية الأبشع والصليبية الأبشع أيضا، يعني المتمثلة بأمريكا والدعمها المطلق لإسرائيل، هي يعني كأنها تعيدنا إلى تاريخ الصليبية، الحروب الصليبية. هم يعني إسرائيل لا تعتمد على نفسها لحالها، كمان تعتمد على القوى الخارجية وبتصرف أموال على هذه وبتصرف أموال على الدعاية. أنا رأيت في نيويورك في أحد المتاحف من ست طبقات، مش عارف شو اسمه المتحف
بعرف شيء بجامعة تابعة لجامعة كولومبيا، الشطوة اللي تبعت بيت لحم مكتوب عليها شطوة إسرائيلية. فروحت على المتحف قالوا لي بنعرفش احنا هذا اللي بنعرفه، هذا ما وصل إلينا، هذا هذا اللي إجانا. فهم المضبوط ليش نشطين؟ لأنه واحد بده يعمل إشي غير الواحد اللي عايش هذا الإشي. انت تطلع على قديش احنا تحت الضغوط الصهيونية المباشرة العسكرية والاقتصادية والحروب اللي بشنوا عليها والثقافي والسياسي والفكري وإلى آخره، ومع ذلك احنا عايشين مطمئنين في بيوتنا رغم الخطر اللي بتهددنا، لكن عايشين باطمئنان حرية. الصهيوني لا، لأنه عارف أنه بسرق أرض، بعرف أنه بسرق أرض وبعرف أنه بطرد لما حرقوا. الأصل في ذلك بين المتوجهين الحقيقة أنه إحنا أصحاب الحق والحقيقة على هذه الأرض، فلذلك نعيش مطمئنان. طيب منظمات دولية كاليونسكو، ما هي أو ما الدور المنوط بها في مثل هكذا حالات؟ لأنها تسجل، يعني هي سجلت وهناك تسجيل، وزارة الثقافة سجلت عدد من الأشياء اللي هذه خاصة بفلسطين، صحيح سجلتها، وإحنا ساعدناهم على جمع أشياء كثيرة. يعني وزارة الثقافة المحققة قدمت كثير من خلال يونسكو. يعني إحنا مرة فترة من الفترات كان موظف، يعني عقدنا مع اليونسكو عشان نساعد وزارة الثقافة. جميل. فجمعنا الحكايات الشعبية، جمعنا عن الأكل الشعبي، جمعنا القصص، أشياء كثيرة اللي أخذنا نجمعها من خلال يونسكو، واليونسكو سجلت لنا أشياء كثيرة من الأشياء اللي موجودة. بس لكن مش كل شيء، ما زالت وزارة الثقافة بتسعى إلى تسجيل أشياء كثيرة خاصة بالشعب الفلسطيني وتساعدهم في ذلك. هذا يعني هذا فضل لا يمكن إنكاره لليونسكو اللي قدمت كثير من المساعدات لوزارة الثقافة، ووزارة الثقافة تستعين بكل الجهات، يعني كل واحد باختصاصات المختلفة بما فيهم الدكتور شريف وأنا ومجموعة من الباحثين. فهذا دور، يعني كان لكم دور كبير سيد نبيل في هذا المجال. ولكن أيضا هناك بعض الناس يقللون من أهمية هذه القضية، وكما أشرنا هي وما تفضلت هي مرتبطة بالهوية الوطنية الفلسطينية، نعم مرتبطة بوجودنا وتاريخنا على هذه الأرض، ولكن هناك من يقلل من أهميتها على أنه يعني يمكنهم أن يدعوا أو يقدموا أي رواية ما يشاءون، لا. ونحن أصحاب الحقيقة، ولكن تعزيز هذه الرواية ربما يغير في، نعم، في بعض الحقائق على مستوى العالم إنجاز تعبيرنا. صحيح، بالعكس. يعني الآن العمل الأكاديمي مرات والعمل الحقلي والعمل الميداني في التراث الشعبي هذا يقدم الرواية الفلسطينية لحاله. يعني إحنا لما نقدم نكتب 5 مجلدات عن الحكاية الخرافية فقط، دكتور شريف وأنا 5 مجلدات عن الحكايات الشعبية الفلسطينية، من وين بدهم يجيبوا حكايات؟ هم أخذوا حكاياتنا الفلسطينية والمصري واليمني والباكستاني وإلى آخره، وأملوا بأملوا من الأرشيف بس مش متناسقة. يعني لو بدي يجوا الباحثين الأكاديميين يعرفوا بيقولوا إنه هذا زيف، ويعني مش معقول، مش هذه الحكايات. يعني لا يجوز أن نترك لهم الساحة يعملوا اللي بدهم إياه ويزوروا على خطرهم وإحنا ساكتين. فعلينا أن نعمل، نروي روايتنا من خلال عملنا الأكاديمية، من خلال الحكايات والكتب الدراسات، الفرق الشعبية، الفنون، يعني تسجيلها بالمؤسسات الدولية باليونسكو وغير اليونسكو. فهذا لحاله يعني لا يكفي أنه نتركها. صح إنها هوية وراسخة ومش خايفين عليها، عندهم هوية عم بصنعوها، عم بشكلوها، اللغة بتلاقيها من مجموعة لغات، خليط من مجموعة لغات، إيش من العربية وإيش من الإسباني وإيش من الفرنسي وإيش من الإيطالي. فهذا جزء من صناعة هوية. لما تصنع هوية بيختلف عن هوية أصيلة، صحيح. والفرق بين المصطنع والأصيل يعني يتجلى الآن فيما يجري عند الاحتلال، صراعات من كل الأشكال والأنواع، صراعات حتى وصلت للمستوى السياسي والعسكري والإلى آخره، ونتنياهو وغير نتنياهو، ومجموعات متناقضة تمام التناقض. لأنه لا يمكن، شعبنا موحد أمام، يعني مع المقاومة، كل شعبنا واقف مع المقاومة وننتظر النصر عشان
يعني النصر اللي تحقق عشان أشياء أخرى. يعني هذا تقريبا في إجماع عليه على أنه إحنا شعب مقاوم للاحتلال، مقاوم للصهيونية بالطرق السياسية، وهذا بكل تأكيد كفيلته كل المواثيق والأعراف الدولية بأنه شعب محتل يقاوم الاحتلال. نعم، بيقاوم الاحتلال. كلنا متفقين على المقاومة، مقاومة دبلوماسية، مقاومة سياسية، مقاومة عسكرية، مقاومة بالقوة، لكن كلها احنا نسير في خط واضح واحد، العقل الفلسطيني عقل المقاوم، مقاوم بكل الأشكال، بكل تأكيد، وتختلف الأساليب، وتوثيق الرواية الفلسطينية، توثيق هو جزء من المقاومة، جزء من المقاومة، وجزء مهم وأصيل، جزء من حماية أنفس، حماية هذه الهوية من التزوير. جميل جدا. والكذب. أبرز التحديات أشرت إلى إنه أنت ومجموعة من الباحثين والمؤرخين الأكاديميين عملتوا يعني على توثيق هذه المكونات المختلفة. نعم. فيما يتعلق بالرواية الفلسطينية، ما التحديات التي تبرز هنا في إطار أيضا ما يقوم به الاحتلال؟ أين توقفتم سيد علقم في هذه القضية؟ التحديات السرقة زي ما قلت أنت بالمقدمة، سرقة، أنه في سرقة وفي تزوير وفي أسرلة وفي كذب وفي الدبكة العربية بيقولوا عنها إسرائيلية، والفلافل بيقولوا عن إسرائيلية، واللباس بيقولوا عن إسرائيلي، والمطرزات بيقولوا عنها إسرائيل ولبسوا للعال. فإحنا الرد دائما، الرد يعني في مادة للرد عليها، مثلا لما صاروا يضيفوا المضيفات العالي لبسوهم بمطرزات أثواب بالثمانينات، أول الثمانينات، رحنا مش الرد بمقال، رحنا كتبنا كتاب موسوعي اسمه الملابس الشعبية الفلسطينية، بحثنا فيه من العصر الكنعاني حتى الآن، والعرق والنفنوف والمطرزة والعقبة، من وين أنت؟ كيف يعني بدأ حد يقرأ هذا ويقرأ هذا؟ بس أحد الأشياء اللي معظم حديثنا باللغة العربية ولا العرب اللي بيعرفوا القضية، إنه هذا يجب أن يكون هناك يعني لغة خطاب اهتمام أخرى، لغة باللغة الأخرى، أنه خاطب الآخر، أنه خاطب الآخر، لا يكفي أنه خاطب أنفسنا، لأنه معظمنا عارفين يعني، ممكن معظمنا عارفين، وفي عندنا توريث الحكاية من جيل إلى آخر، يعني كل واضح هذا. لكن من ناحية أكاديمية يعني أنا رحت على جامعات في أمريكا في زيارات، أروح المكتبات ألاقي كتبنا والتراث والمجتمع وغيرها موجودة هناك، موجودة. وأستغرب يعني حفيدي بدرس في بيركلي قال لي سيدي لقيت لك كتب هان. يعني شوفوا قديش بيهتموا أنه يجمعوا ويعرفوا كيف نفكر وكيف نعمل إلى آخره، ولو باللغة العربية، لكن هذا يساعد. أما لو في ترجمات أيضا، لو نهتم بالترجمات، يعني يكون عندنا مركز ترجمة فقط، مركز ترجمة متخصص في هذا المجال، متخصص يعني يختار الأشياء اللي تصلح لأن تكون رسالة للعالم. نشكرك جزيل الشكر سيد نبيل علقم المؤرخ والباحث في التراث الشعبي الفلسطيني على المشاركة معنا ولكل هذه المعلومات القيمة. شكرا جزيلا. شكرا. دكتور عاطف، المأكولات في بلاد الشام تقريبا هي متشابهة، يعني ممكن إنها تختلف في طريقة الطهي أو النكهات. صحيح. اللي موجودة فيها، يعني عندي أحكي لك، هلا المنسف الأردني موجود في كل محافظات المملكة الأردنية الهاشمية. صحيح. بنفس الطريقة، بنفس المكونات، المنسف هو المنسف. تمام. نجده في فلسطين. صحيح. برضو فلسطين، المنسف في فلسطين، لكن في اختلافات بسيطة جدا. لماذا هذه الاختلافات برغم أحيانا قد تكون البعد الجغرافي يعني بسيط جدا؟ صحيح. يعني هل الناس في طبيعتها تعودت على نكهات معينة تطبخها بأمزجتها بطريقتها، ولا يعني شيء جاء من طريقة مدروسة يعني، أو للتراث في إله دور؟ نرجع لأصل الشيء. لأصل الشيء بنقول إيه؟ دراسة الفلكلور هي حكمة الشعب، حكمة الإنسان فيما يفعل في ملبسه ومأكله ومسكنه طيب دكتور، يعني زي ما لنا فعلا ذكرت، وإحنا أنا شخصيا دقت المنسف الأردني، لكن أكيد زي ما لنا قالت في فلسطين بيعملوا نفس، زي برضو في أطباق أنتوا بتعملوها وإحنا بنعملها نفس الشيء، يعني حتى المشويات يعني طريقة الشوي مختلفة، طريقة التتبيل مختلفة. الحلقة دي جوعتونا جامد قوي. فهذه الاختلافات راجعة لإيه؟ راجعة للطبيعة، العادات، التقاليد، يعني الروح. الروح. هرجع تاني للأصل الشيء اللي احنا بنقول، احنا بندرس حكمة الشعب. كلمة فولكلور يعني حكمة الشعب، هو ايه حكمته انه بيعمل دي هنا
فهو دايما البيئة بتاعته بيستخدم الأدوات والمكونات الموجودة في البيئة، سواء في المأكل أو الملبس أو المسكن أو. فهنا لما نيجي عشان أقدر أوضح المثال ده، لما نيجي نعمل المحاشي، المحشي المصري والمحشي في دول الشام كلها، هبص ألاقي المكونات فيها تقريبا قريبة من بعض، بس في اختلافات بسيطة. هبص ألاقي إحنا عندنا ما بيشتهرش عندنا الصنوبر، ولا في مصر ما بيشتهرش الصنوبر ولا المكسرات. ابص الاقي في المحشي في الشام بيستخدم الصنوبر والمكسرات طبعا. عندنا نستخدم الكزبره والشبت والبقدونس الخضروات واللحمه المفرومه ساعات هل كمان بتتحكم فيها؟ يعني مثلا احنا بنلاقي ربما تكون لان المكسرات اكثر وفره في الاردن والشام من مصر، فهنا مثلا هل هي بدائل اللي ما بيلاقيش ده بيستخدم بقى هو الخضره اللي موجوده عنده؟ يعني هي يعني كم الارض والطبيعه بتحجز بالزبط. يعني زي ما بنقول بقى في الملوخيه الشهقه والنفس وهو أيوه. المنتج الموجود بوفره في البيئه بيستخدمه الانسان ايوه، بيستخدمه عشان يعد طعامه على افضل شيء. لو كان في مصر متوفر المكسرات بوفره كان هيستخدم، لو كانت الخضره متوفره في ال 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 الأردن والعراق وفلسطين كان هيستخدمها، فهو بيستخدم ما ممتاح في البيئة عنده. يعني أنا عندي في ندرة في زيت الزيتون، هو عنده في وفرة في زيت الزيتون، فنلاقي زيت الزيتون مستخدم. يعني حتى في المطبخ الأردني كان دايما زيت الزيتون بيستخدم في كل شيء، في كل أصبح الآن في الآلية بقى يعني لما غلي ارتفع سعر زيت الزيتون بدأ يستبدله في الآلية، مش قادر يستبدله كله لأن ده منتج ما يقدرش، ده عادات وتقاليد والناس رسخت عليها وطلعت عليها. صحيح. حتى دكتور عاطف وشافكي أنا بدي أحكي أنه كم الطبيعة وما تنتج الطبيعة بيأثر على طبيعة الطعام عند الإنسان في المناطق العربية. يعني مثلا إذا روحنا للبادية في الأردن أو البادية عندكم في سيناء نجد المواشي، الأغنام، الإبل ومنتجاتها، وبالتالي هاي المناطق اشتهرت بأنه أكثر طبيعة أهلها هي الألبان. يعني مثلا الحياة البدوية الأردنية، البدو الأردنيين بيعشقوا اللبن صحيح. ومنتجاته صحيح. من الحليب، من الألبان صح. من بيصنعوا حتى في البيت اللي احنا بنسميه الجميد الأردني. فإنتاج الطبيعة هي اللي بتعطي الأوردر للإنسان اللي صحيح. بيعيش فيها إنه كيف يتعايش وكيف يأكل. لو هنتكلم على المنطقة البدوية دايما الناس بتربي عشان في الترحال بتاعها بتربي مجموعة من الماشية سواء جمال أو كل الماشية بتربيها طيب الماشية دي بتنتج ألبان، فكان بيشرب منها قدر منه وكان بيفيد منه بيبوظ، فبدأ يخترع طريقة للحفظ، بدأ يعمل الجبنة، بدأ يعمل الزبدة، بدأ يعمل المنتجات في عبقرية، ما كانش فيه لا تجميد ولا، فكان في عبقرية منه كان بيقدر يحول المنتج اللي هو كان سائل اللبن اللي بيشربه ويبوظ منه، كان بيزعل عليه قوي، فبدأ يعمل مخترعات ليه يقدر يحفظها أو طرق حفظ يقدر يحفظها لمدة أطول عشان يقدر يستخدمها فترات أكتر، وكمان كان يقدر يستخدمها في فترة جفاف الماشية هذه. طيب خليني كمان يعني عايزين نعرف، إحنا عندنا مثلا يا لنا عندنا الطعمية اللي هي عندكم فلافل الطعمية دي من السرية بقى، احنا طعمية عندهم اسمها الفلافل. عندنا مكونة من الفول بس احنا حتى عندنا في مصر دلوقتي كتير اصبحت عشان بقى يقول فلافل لما كتير بس عندنا الطعمية موجودة، عندنا موجودة الفلافل الطعمية. يعني لو جينا نتكلم عن المناطق الثقافية المصرية في القاهرة في اسكندرية بيقولوا عليها فلافل على طول، اسكندرية بيقولوا فلافل، لكن صنع الطعمية مختلف طبعًا. يعني احنا بناكلها بالفول صحيح، وهم بيفرغوا الحمص وهم بيعملوها من الحمص على فكره، هو نفس المنطق اللي قالته لنا. يعني الحمص فكره انه انا عندي في بلدي وفي ارضي ايه فول الحمص أكتر. عندهم الحمص موجود وفرة فبينتجوا. أنا اول مره باكل الفلافل المصري فهم بيحكوا لي طعميه انا راح يعني شيء. فكري على الفول صحن الفول فولا هو جايني صحن فلافل، فانا بحكي ايش دخل الفلافل في الطعميه، فاكتشفت واللي استغربته بانه مصنوع من يعني الفلافل المصري من الفول وصدقا نكهته يعني استثنائيه كتير زاكيه زي ما حضرتك بتقولي نكهته استثنائيه. بالنسبه لي انا عشان من ثقافه اخرى لما رحت منطقة الشام كنت جعان قعدت أكلت وخلاص شبعت مش محتاج أكل تاني. طيب اتمشيت في شارع طويل
لقيت المنتجات بتاعه العيش التنوره والفلافل واوا ريحتها ونكهتها خلتني اكل تاني. بقيت مش قادر، بقى عندي تخمه مش قادر. جوعتني في الحلقه الحلقه دي رجعانه جدا. طيب انا هقول لحضرتك حاجه عن تجربه كمان. يمكن احنا اتعزمنا في الاردن، لا انا انت اللي عزمتينا، في مطعم بيعمل فول وطعميه وفلافل رائع، متخصص افطرنا فيه. مظبوط بس حقيقي الفول وانا باكله هو زي الفول المصري بالظبط، مع اختلاف احنا عندنا هنا في مصر بقى الاسكندراني والزيت الحار بس برضو اذا هو طبق الفول العربي اللي بناكله هو نفس الفول. يعني مثلا يعني ايه، المنطقه العربيه كلها كانت بتاكل نفس الطبق. صحيح. بس احنا لينا كمصر في موضوع الفول بالذات، لا التميز هنا في مصر والتنوع الشديد موجود في مصر. يعني ممكن نلاقي زي ما الفلسطينيين بيقولوا ان الملوخيه الفلسطينيه راحت الاردن، ده بتاعتنا هم الاردن عملوها. لا احنا عندنا الفول، لا الفول ده طالع من مصر وراح على الباقي. هنبص نلاقي هو هتلاقي نكهه او نكهتين منه، لكن عندنا تنوع لا محدود من الفول. الناس بتبدع فيه. نعمله بالزبده، نعمله بالبيض، نعمله بالزيت الحار، الزيت الحلو، في تنوع شديد جدا فيه. انما لما يجي ينتقل لمناطق اخرى بيبقى مش بكل هذا التنوع. يعني يمكن انا كمان بدي اتطرق لبعض من الماكولات اللي بتنشهر فيها. مثلا بتيجي لعمان، اول ما توصل عمان مثلا اي ناس بينزل لعمان بيطلب مثلا الكنافه. انا بنزل على مصر، اول ما انزل على مصر شافكي بتعرف الفطير المشلتت. أيوة. فانا حتى باخده لما ارجع للاردن باخذ معي فطير مشلتت. صحيح. فكل دوله في لها طبق معين من الحلويات. مثلا هلا الفطير المشلتت هو الفطير الفلاحي، انتم بسموه بيعملوه في الزبده الفلاحيه. صحيح. المصريه. صحيح. اللي لها نكهه يعني. صحيح. خاصه، ولازم يبقى طبقات ومورق. بده جهد كتير. طبعًا. حتى يبدو طبعًا. انه اللي بتصنعه بده جهد كتير. يعني كيف الانسان العربي اذا احنا فكرنا بانه حتى من بيئته عماله بيستفيد في كل منتج عم بينتجوه، وفي مناطق متخصصه في هذا. فالفطير المشلتت المصري شو قصته يعني؟ دايما زي ما بنقول الانسان بيستخدم الادوات اللي موجوده في بيئته. فاحنا الفلاح المصري بيزرع القمح سواء في الدلتا او في الصعيد او في بيزرع القمح وليه طقوس معاه، فبيعمل من القمح زي ما كان عندنا الفول بنعمل منه في الفول نفسه منتجات مختلفه ومنتجات تانية اخرى زي البصاره وهو نفس الحكايه في القمح. نبص نلاقي نعمل منه منتجات كتيره جدا من الاطعمه بتاعته عشان الغذاء بتاعه. فمنها لما بيطحن القمح بقى عنده الدقيق اللي هو الطحين اللي بتسموه، فيعمل منه ايه؟ يعمل منه قرص، يعمل منه الخبز، يعمل منه اكله الفطير للمناسبات. كانت في البدايه ليها للمناسبات. أيوة. ثم الفطير. اصبحت اكله او بيعملوه مع خبيز العيش. يعني كانوا في الريف. صحيح. يخبز العيش فيعمل الفطير برضو، هو كان له شكل احتفالي. طبعا صحيح. يوم الخبيز ده يوم احتفالي، غالبا هو يوم اسبوعي في الغالب. هي حلقه هنجوع كل المشاهدين العرب في بيت للكل، هنجوعهم على كل دول. طيب انا عايزه يعني برضو حضرتك يعني تجاوبنا عن ده. في 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 المصري القديم طبعا من الحضاره الفرعونيه عندنا يلانا مثلا بتيجي وقت شم النسيم، احنا دايما بناكل الرنجه والسردين. صحيح. والفسيخ. فسيخ. ده بيتم تمليحه باستخدام الملح بطرق بس. معينه. علشان يسووه في الملح. وكان عندهم تكنيك متقدم جدا يعني. صحيح. ربما يكون اكتر من دلوقتي. صحيح. فدي برضو عادات وتقاليد وموروثات احنا اخذناها. ما اعرفش دي لو موجود زيها في المنطقه العربيه اخذوها زينا ولا هي كانت بس. برضو الفسيخ والملح دي متميزه. طبعا الحضارات بتبنى حوالين الانهار. فاحنا عندنا نهر النيل له خصوصيه. فيعني اجمل ملوحه حضرتك تاكليها في اسوان، بيجيبوا السمكه الملوحه دي بتتعدى 2 3 كيلو 5 كيلو، وبيملحها بالملح الخشن ويخزنها بطريقه معينه، فتطلع حضرتك لما تيجي تاكليها ما تلاقيهاش حادقه. ملحها مظبوط. لما تيجي ما تفسدش منه،
يعني اليومين دول نلاقي لما نيجي في شم النسيم الاحتفاليه بتاعه تفسد منهم احيانا بتفسد منهم لانه مش لأنه عارف التكنيك. انما التكنيك بتاعه التحضير انا كنت بتناقش يعني هيك يعني قبل على الفاصل على الهواء بانه لو جبنا الاكل الاردنيه اكلناها في مصر طعمها بيختلف لما تكون في الاردن طبعا. لو جبنا الكشري المصري واكلناه في الاردن طعمه بده يكون مختلف لو اكلناه في مصر كم الطبيعه الجغرافيه بتعكس يعني هل الجغرافيا لها روح الجغرافيا بالفعل لها روح والصانع له روح والصانع يعني حضرتك بتتكلمي على ان لو نقلت من دوله لدوله لا ده انا هنقل من عند الراجل بتاع الكشري المشهور للبيت حضرتك اعملي الكشري وشوفي وقفي على ايديه وتفرجي عليه وبيعمل كل البروسيس بتاع الكشري وروحي اعمليه في البيت وحضرتك شخصيا كل الطبق بتاع الراجل وكل ده هتشوفي اختلاف شديد مش اختلاف الدوله كمان لا كمان الايه الصانع نفسه أو الطاهي هو له زي ما بنقول عندنا في مصر كده نفس دكتور برضو خلينا نروح نرجع تاني زي ما اتكلمنا عن الملابس والأكلات المختلفة الحلي العربي متشابه جدا يعني قد يختلف أولا نحن في العرب نستخدم الذهب والفضة والأحجار لأن الحقيقة بلداننا العربية غنية فالمرأة العربية تزينت بمخزونها صحيح. اللي موجود في أرضها فهل هي تشابهت واختلفت في نفس الوقت؟ زي ما كان عندنا في الرجال في لبس الرجال الـ 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 الاختلاف موجود والتمايز موجود في أغطية الرأس نفس الوضع موجود عند السيدات في أغطية الرأس موجودة والزي والألوان موجودة والحلي كل منطقة جغرافية ليها طبيعتها وليها استخداماتها للحلية بتاعتها فهنبص نلاقي في 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 التنوع في مصر كان يلبسوا المخرطه وما شاء الله وليهم مسميات تقليديه بتاعتهم ايش الكردان الكردان ده بتلبس كده حاجه في الريف صح الكردان في الريف المصري زي العقد عارف حضرتك العقد في بس الاردن بس كم الذهب اللي فيه والنقوش اللي فيها زي القلاده كده اللي فيها زي بالظبط بالظبط كانه قلاده من يعني متوارث من الفراعنه القلاده اللي كانت بتشوفيها حضرتك في لما تروح المتاحف ونفسها هي اللي كانت موجوده في على رقبه الايه الفلاحه او السيده المصريه اذا مرتبط في الريف المصري مرتبط جدا نعم طيب هلا رغم كل هذا التشابه اللي حكينا فيه عن اللباس عن الطعام في الدول العربيه منروح لشق أو الجانب الأبنية والبيوت العربية نجد أنه كل دولة في إلها طابع في البناء يعني مثلا أنا بدي أحكي لك بتروح على المحافظات والقرى الأردنية في شيء إحنا بنسميه في الأردن اللي هو العقود بسموها يتميز بأنه السقف كتير مرتفع زي سقف الاستديو يعني كتير عالي الشبابيك بتكون واسعة وعالية كتير بتدخل الشمس منها والإضاءة ففي يعني حسب المحافظات بتروح لعمان لا شيء مختلف يعني تماما بيوت عادية بشبابيك يعني متوسطة الحجم وما إلى ذلك ليش هذا الاختلاف بيكون من منطقة لمنطقة أخرى تاني هقول عبقرية الإنسان العربي للتكيف مع البيئة يتكيف مع البيئة لما أروح منطقة صحراوية بيبقى عايز تهوية ما كانش بيستخدم تكييف لكن كان بيعمل حاجة بنسميها ملقف هواء موجود عندنا حاجة اللي بيعمل إيه أولا البيت بتاعه مصنوع السقف بتاعه من الخشب من الخشب الطوب من الطوب اللبن الطوب اللبن وبيغطيه بطبقة من الطين عليها خشب التبن عليها خشب ومن بره ومن جوه فيحصل ايه لما الشمس تتعامد على البيت بتاعه ما بتنتقلش من بره لجوه يبقى الجو بره حر جدا ولكن ما اثرتش جوه لان الطوب اللبن ما بيمتصش الحراره تمام الحته الثانيه التهويه عناصر كان يعمل من ناحيه ملقف هواء ومن ناحيه مشربيه يبقى البيت الهواء مفتوح فيه باستمرار ولما كان يجي يبني بيته كان بيبني بيته في الفراغ فكان يبنيه في اتجاه الهواء كان يدرس اتجاه الريح فبيعملوا زي ما احنا عندنا في مصر مشهوره بحري يعمل واجهه البيت بحري فعشان لما يفتح الشباك صح. يبدا يشوف فاذا يعني كان عندهم من الوقت ومن الاماكن والاعداد صحيح. انه يدرس ده الحقيقه استمتعنا بحضرتك ماشي. جدا وسعيده لكل هذا الاختلاف وهتفضل الحلقات دي مليانه من الكنوز ماشي. نقدر نرجع
ليها مرة واثنين وثلاثة ونستكمل الحديث. نورتنا وشرفتنا في بيت للكل يعني. بس جوعتنا. بشكر حضرتك وأهلا بيك في بيت للكل. مشاهدينا إلى هنا انتهت الحلقة، ولكن مازال الكنوز العربية من الفن، من الملابس، من الأبنية، الحقيقة كنوز كثيرة جدا. عندما تمشي في أي موطن عربي وفي أي بلد عربي تجد الحضارة، إما تكون في شوارعنا، في عاداتنا، في تقاليدنا، نحن نعيش في كنز حقيقي. انتهت الحلقة، ولكن التواصل بيننا وبينكم سيظل دائما مستمر في بيت للكل.